عبي عبي لحب وساد يا قضاء التعليمات حريات حريات دولة البوليس وفات حريات حريات دولة البوليس وفات ثلاث شهور دول عامل اي حاجه دي ما يبرد باله كل خاطر اي عملت لك الحاجه دونك لازم ندوب ويلزمني نصبر ويصبر فعلا يصبر اما اللي ما عمل حتى شيء مخي شيء الكلمه مخي شيء تعبه مريضه بحساب الكل ما عملت شيء دي ما تقولي ماما اني ما عملت شيء ما نعمل شيء معروفه اني ما تتجرعش ولا تتجاوز القانون ولا تتجاوز تقدس القانون مش بكلمة تقدس القانون مش على الوقفة ليدي وعلى المبادرة ليدي وعلى المسافة الكثيرة عايش مراد ممتدنا برشا للرقابة وقفة كبيرة وفي محنة كبيرة شكرا على كل من ساهم كل الموقف كل ما كان سند لينا اليوم عايشين محنة كبيرة من توا من 11 ماي مراد زبيدي يقبع في السجن محكوم عليه بسنة سجن من غير سبب كنا متعدين بالقضاء هاو حتى القضاء جبت شي حاجة على مراد أبار الكلمة حتى شيء وسنعمل بكل قوتنا والقوة على إخراجه من السجن بوجوه مكشوف وبالقانون قبل ما نختم حب نفكر خلال ست أحكام سجنية عندنا تقريبا عدد عشرات القضايا ضد الصحفيين عشرات القضايا أخرى على خلفية أعمالهم الصحفية الحرية للصحافة التونسية الحرية للصحافة التونسية الحرية للصحافة التونسية